في أولى الجلسات العلنية لمنح الثقة للحكومة الإيرانية الجديدة، حضر الرئيس إبراهيم رئيسي إلى قاعة البرلمان، وفي أول دفاع له عن التشكيلة حدد أولويات برامجه للأشهر المقبلة. أولوية حكومتي في الظروف الراهنة هي السيطرة على جائحة كورونا ورفع المستوى الصحي للبلاد. أولويتنا الثانية هي حل المشاكل الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. 260 اجتماعا مغلقا عقدها النواب مع الوزراء المرشحين في الأسبوع الأخير كانت كفيلة بانقسام الآراء بين مؤيد لخطط الرئيس إبراهيم رئيسي ومعارض لها. السيد رئيس الجمهورية نجح في تقديم قائمة مليئة بالوزراء الكفؤين. هذه التشكيلة قادرة على إصلاح ما خلفته حكومة الرئيس روحاني من تضخم وركود وفقر وفساد وفشل في مكافحة كورونا. سيد رئيسي، كنا نتوقع منكم برنامجا عمليا أكثر مما قدمته إلينا. برنامجكم لم يتضمن سبل مكافحة المافيا في دوائر الدولة. نحن نثق بكم، لكن لدينا انتقاد لخططكم المستقبلية. خلافا للتوقعات، تشير مصادر برلمانية إلى أن النواب لن يمنحوا الثقة بسهولة إلى التشكيلة الوزارية المرشح من الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو مؤشر إلى جدية التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم سيطرة التيار الثوري على كليهما. هناك معارضة لخمسة أو ستة من الوزراء المرشحين. نعتقد أن وزراء الطاقة والنفط والتعليم العالي والصحة غير مؤهلين لتسلم مناصبهم، ونتوقع ألا يمنحوا الثقة. معارضة تأتي برغم كلمة للمرشد خامنئي خلال تنفيذ الحكم الرئاسي لإبراهيم رئيسي قبل أسابيع، دعا فيها البرلمان إلى الإسراع في مناقشة أهلية التشكيلة الوزارية. أحمد البحراني، طهران، الميادين.